المعهد التقني بابل. إحدى تشكيلات هيئة التعليم التقني التابع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأسس عام 1977، يقع في محافظة بابل أبي غرق. يهدف المعهد إلى إعداد أطر تقنية بمستوى دبلوم تقني ليشكل حلقة الوصل بين الاختصاصيين والعمال الماهرين في التخصصات الإدارية التكنولوجية والطبية. بعد أن أصبح المعهد تابع إلى جامعة الفرات الأوسط التقنية، ظهرت خطط وسياسات وبرامج مستقبلية انطلقت من تحليل الواقع التشخيصي، مستندة إلى رؤية جديدة لمستقبل جديد للتعليم التقني في العراق، لتحقيق غايات وأهداف استراتيجية ترتقي بأداء قطاعي التربية، التدريب المهني والتعليم العالي، التعليم التقني عبر مشاريع محدثة ومجدولة زمنيا للنهوض بالبلد. يشمل المعهد عدة أقسام: الأقسام الإدارية، قسم تقنيات المواد، قسم المحاسبة، قسم الإدارة القانونية، قسم أنظمة الحاسبات، والأقسام الطبية، وتشمل قسم التحليلات المرضية، قسم التمريض وقسم صحة المجتمع. أما الأقسام التكنولوجية فتشمل القسم المدني، قسم المساحة، قسم الميكانيك، قسم المكائن والمعدات، والذي ينقسم إلى فرع الغزل والنسيج وفرع السيارات. كما يضم المعهد مكتبة علمية مهمة تحتوي على أهم المصادر العلمية يستطيع الطالب الاستعانة بها، وجميع هذه الكتب متاحة مجانا لطلبة المعهد. جميع الأقسام تخرج كوادر تقنية مؤهلة علميا وعمليا لتلبية حاجة البلد والقطاع الخاص من الشركات، ويستطيع الخريجين من هذا المعهد من تحقيق الريادة في التقدم وتقديم الخدمات بمستوى يحقق معايير الجودة وتحقيق الريادة في التعليم التقني العالي، الساند لكل مشاريع نهوض البلد.